بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ده تاني دايره معانا في الهيدروليك سيركت هنتكلم عليها. اول حاجه اتكلمنا عليها كانت الايه، الترينر. فدي تاني حاجه نشرحها. اول حاجه شرحناها المره اللي فاتت كانت الايه، الترينر. المره دي هنشرح الايه، الهيدروليك ريفت. منور يا باشمهندس مهاب، منور يا حبيبي. عشان نبتدي بس نتكلم كده، اهم حاجه في الهيدروليك سيركت ايه؟ اهم حاجه ان نكون عارفين الكومبوننت اللي عندنا، صح ولا غلط؟ فهنبتدي كده ايه، نجمع الكومبوننت اللي معانا. واول هما 6 كومبوننت عشان ايه نكون واضحين. مالكش دعوه بالورق، مش عايزين نغش. هنبدا باول كومبوننت عندنا ايه. اول حاجه ايه؟ التنجم. ما دام هو قال اول واحد لما يتزنق صعبه. لما يتزنق صعبه. اول حاجه عندنا الايه، التنك. التنك ده بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه الايه، الهيدروليك اويل بتاعنا. يبقى اول كومبوننت عندنا التنك. تاني كومبوننت ايه؟ انت قلتها ايه من شويه؟ لا، ما احنا بص، احنا عايزين ايه، نحاول نجيبهم كده ايه بالتدريج، نحفظهم مع بعض. لا، الفلتر مش كومبوننت اساسي، ممكن الدايره تمشي غير فلتر. احنا قلنا اول حاجه التانك، صح؟ تاني حاجه قلت لك التانك فيه ايه؟ اويل. يبقى تاني كومبوننت ايه؟ الاويل. اول كومبوننت عندي التانك. الدايره دي ما ينفعش تمشي من غير تانك، صح ولا غلط؟ وتاني حاجه ما ينفعش تمشي من غير زيت. اللي فين؟ اللي جوه التانك، صح ولا غلط؟ ماشي. تالت حاجه عندنا ايه؟ بامب. تالت حاجه عندنا البامب. ايه تاني؟ البايبس. البايبس والفيتنج، كده اربع حاجات. ايه الخمسه؟ الفالفز كلها بانواعها بقى، الدايركشنال كنترول فالف، بالفلو كنترول فالف، بالايه، بالبريشر كنترول فالف. تلات انواع الفالفز. اخر حاجه السادسه عندنا ايه؟ الاكتويترز. ده الست مكونات اللي لازم يكونوا موجودين في اي دايره. لو دايره ما فيهاش اكتويتر تنفع تبقى دايره فلو باور؟ احنا في جسم الانسان عندنا في دايره فلو باور في جسمك، جوه جسمك، جوه جسمك في دايره فلو باور. حد يقول لي كده المكونات؟ حد يقول لي مكونات؟ البامب القلب. البامب القلب، تمام. الدايب الشرايين، البامب البايبس وكده، الشرايين وال الدم، الاويل. الدم هو الاويل. والحركه دي بتاعتنا ديت هي الاكتويتر؟ لا، مش اكتويتر. بس انت عندك في جسم الانسان خمسة كومبوننتس. عندك الفالفز، عندك كل حاجه، الصمامات، عندك كل ايه الا الاكتويتر. هل انت بتعمل روتيشنال موشن ولا بتعمل ماشي؟ لا، مفيش. ممكن ايه؟ هل انا حولت الدم، حولت الحركه دي متولده من حركه القلب؟ يعني هل انت بتحول الموشن بتاعت القلب دي؟ طب انت لو ما عملتش دي، فين الانرجي اللي طالعه؟ بس يبقى احنا ممكن نقول ان احنا جوانا احنا في بايبنج سيستم، بس مش فلو باور سيستم. لان عندك كومبوننت مفقود اللي هو الاكتيفيتي، اللي هو انت بس مش بناء على بس مش بتتحرك بناء على حركه القلب. الدراعات دي ميكانيكال اكتويترز، ميكانيكال اكتويترز بتتحرك بفايبرز بتمسك في بعضها وتشد. ايا كان يعني، وصل الفرق. يعني انت عندك خمسه كومبوننت من السن. انت دراعك مش ايه؟ مش بيكستند او يتراكت زي ما هو. وصل عموما يعني، وصل الدنيا تمام. فاحنا ايه، زي ما قلنا ان احنا عندنا الايه، الستة كومبوننت. هنا عايزين نتراك الستة كومبوننت. نبتدي في الدايره كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي قدامنا ده؟ التانك. بعد التانك بيكون عندي ايه؟ بعد التانك بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي المفروض شكرا، حسب نوع الفلتر. مش لازم يكون عندي فلتر بعد التانك، صح ولا غلط؟ وليكن احنا ما نعرفش دلوقتي الفلتر اللي عندنا نوع ايه. فاحنا عندنا اول حاجه قلنا ايه، التانك. وبعدها هنعتبر ان ايه، ان عندنا ايه، البامب. يعني التانك اهو عندي، بعده ايه، البامب على طول. البامب اللي عندي دي نوعها ايه؟ اكيد بوزيتيف ديسبلسمنت. دي جي بامب عندي نوعها ايه؟ بوزيتيف ديسبلسمنت بامب. نلاقي حاجه جميله جدا عند البامب، ان عندها ساكشن لاين وعندها ايه، ديليفري لاين، او عندها ديليفري لاين وساكشن لاين. اني ساكشن واني ديليفري؟ الساكشن الكبير. الساكشن الكبير ليه الساكشن الكبير؟ ايه لو مش شايفين التانك بس
لو مش شايفين التانك يبقى السكشن كبير. شكرا شكرا جدا على المعلومه دي. ليه السكشن كبير والدليفري صغير؟ عشان انا عايز اقلل السكشن لوسز عشان ايه ما يحصلش كافيتيشن ولا يحصل ايه يخش لي على البامب دي بابل ولا حاجه ايه يحصل لها كلها صح ولا غلط. فانت دايما بتحاول تخلي اللوسز في الانلت قليله تمام حتى علشان استفيد من كفاءه البامب. ما البامب بترفع من ضغط لضغط صح ولا غلط. والدليفري ليه بقى صغير؟ ليه اصغر من السكشن؟ يعني ضغط مثلا عايز ضغط كبير في الدليفري يتحمل ضغط عالي عشان يتحمل ضغط عالي. احنا الاستريس عندنا تساوي ايه؟ بي دي على بي دي على 2 تي. بي دي على 2 تي. فلو انا عايز الضغط عالي عايز الدايمتر ايه؟ الدايمتر صغير. انت الاستريس عندك يساوي بي خلاص بي دي على 2 تي. انسى ال 2 تي بي في دي تمام. البريشر عالي يبقى عايز الدايمتر ايه؟ قليل عشان الاستريس ايه احافظ عليها ان هي تقل على قد ما اقدر. عشان كده بهتم جدا في الدليفري ان ايه يكون القطر قليل عشان لو الضغط عالي يبقى ايه الدايمتر قليل فالاستريس ده ايه اقدر احافظ عليها في قيمه ايه معينه. بعد البامب عندي ايه؟ بعد البامب ريليف فالف. بريشر ريليف فالف. فين البريشر ريليف فالف؟ هنا في الدايره. فين البريشر ريليف فالف؟ هنا في الدايره. اكيد ده. ايه ده؟ ايه ايوه انت عارف انا بشرح السكشن ده بقالي مثلا سنه ونص محدش لقطه زي ما انت لقطته بسرعه كده. المفروض احنا عارفين دايما ان بعد البامب عندي ايه بريشر ريليف فالف. في مكان بريشر ريليف فالف هنا حطه هو جوه الدايركشن كنترول فالف. يعني بدل ما يجيب بريشر ريليف لوحده حطه بسوست اهي وبقى الفلو داخل من هنا اهو. قال لك ايه هنا 4 على 3 مانيوال اكتيفيتد سبرينج سنتر دايركشن كنترول فالف ويز امبيدد بريشر ريليف فالف. الماكسيمم بريشر بتاعه 50 بار جوه الدايركشن كنترول فالف ده. واحنا عارفين ان الدايركشن كنترول فالف بيدايركت الفلو بين الاكتيويتر والتانك. فهنا لما الضغط بيزيد عن قيمه معينه بياخد لك خط يرجعه لك لفين؟ للتانك. فجوه الدايركشن كنترول فالف في سكه لما الضغط بيعلى بيعدي هو ايه تاثير السبرينج يزق السبرينج يتغلب عليها يرجع للايه للتانك. بعد البريشر ريليف فالف عندي ايه؟ عندي الدايركشن كنترول فالف. بقى الدايركشن كنترول فالف ده هنا يعتبر اتنين دايركشن كنترول فالف اهو واحد والتاني. واحد للسلندر الاولى واحد للسلندر التاني. هو بدل ما يجيب اتنين جاب واحد. واخد خط من البامب وطالع بيه خطين ايه؟ خطين هنا وخطين هنا. يبقى ده نوعه. يبقى ده هنا موصل الدايره وركز في الكلمه بارلل ولا سيريس؟ الدايره اللي عندي كل واحد يقول لي هي بارلل او سيريس ويقول لي ليه. لا سيريس. سيريس ولا بارلل؟ سيريس. بارلل ليه وسيريس ليه؟ بارلل لان في اربع خطوط بس الخط اللي ده سيريس بس بارلل علشان في اربع خطوط طالعين. سيريس ايه؟ الخط اللي داخل واحد. الخط اللي داخل واحد. ما هو الخط اللي داخل انا معاك ان الخط اللي داخل واحد بس الخط اللي داخل هنا يعتبر خطين. لانه الخط اللي داخل ده يعتبر داخل على دي والخط اللي داخل ده يعتبر داخل على دي فيعتبر كانه خطين داخلين. وصلك اللي قصدي؟ يعني الخط اللي داخل ده داخل على الاولى والخط اللي داخل ده داخل على الثانيه فكاني مدخل خطين. ايوه وصلت. هو بارلل هنا. هنا تعتبر بارلل لان هم مش متوصلين ايه ورا بعض تمام. بعد الدايركشن كنترول فالف عندي ايه؟ عندي ايه شيك فالف. عندي ده يعني قصدك؟ لا ده مش اهو ده بارلل مع السلندر مش قبله بس مش مشكله يعني. عندي بعده على طول نقول عندي ايه؟ الاكتيفيتر تمام؟ كده احنا كملنا الخمسه السته كومبوننت بتاعنا ولا في حاجه ناقصه؟ خدوا بالكم السكشن دردشه انا بدردش معاكم. بدردش معاكم عشان نجمع كل الايه؟ الكومبوننتس اللي عندنا ونعرف الدايره شغاله ازاي. حد عنده اي سؤال اي حاجه واقفه معايا ايه؟ يجاوب معايا تمام؟
عندي بعدها الايه الاكتويتر بتاعي سواء الاوريزنتال دي او الايه الفيرتيكال دي مع راكب معاها ايه على الراجع اي بايلوت راكب معاها على الراجع اي بايلوت اوبريتد تشيك بار. هنتكلم على وظيفته ده واتكلمنا على وظيفته في فيديو ترينر بس هنتكلم عليه هنا تاني ماشي. وعندي ايه على الراجع 2 فولف. الاثنين فولف دول هو مسميهم ايه هنا عندنا ميتر اوت. ميتر اوت يعني بيقيسوا فلو في حاله الرجوع بيتحكم في الفلو في حاله الايه الرجوع. ان انا الفلو هو راجع كده هيعدي على ده لو انا قفلته هيبدا يتحكم في الايه في السرعه بس في حاله الايه الاوت. ايه الفرق ما بين الميتر ان والميتر اوت؟ يعني انا لو عايز الاثنين دول يقلبوا ميتر ان هعمل ايه؟ عكس اتجاهه لان هي الفكره كلها في اتجاه الشيك فالف. دلوقتي الفلو هو طالع من السلندر قابل الايه الشيك فالف لا الشيك مقفول ولا ريستريكشن هيعدي من ايه هيعدي من ريستريكشن. طب في حاله العكسيه ايه اللي هيحصل فيه؟ هي اكستند عادي وايه هيعدي من ايه من الشيك فالف نفسه. فاهمين وظيفته؟ نبدا نشغل السلندر ونتكلم عليها. طيب بعد ما راجع من بقى اسمه ده بايلوت اوبريتد تشيك فالف. بعد السلندر بعد الاكتيويتر بس عشان انا في حاجه مش عايز انساها. بعد الاكتيويتر الفلو راجع هنا دخل على ليه على الدايركشن كنترول المفروض هيرجع على التانك صح. راجع على ايه فلتر ورا تانك. يبقى نوع الفلتر اللي عندي ده ايه؟ ريتيرن لاين فلتر. ايه مميزات الريتيرن لاين فلتر؟ ده جميل جدا ان هو ايه اولا انا مش حاطه قبل البامب فاللوسز ايه قليله مش محتاج ضغط عالي. يبقى الجريب بتاعته سعره هيبقى قليل لان مش محتاج ضغط عالي. تاني حاجه ان انا مش حاطه قبل البامب فممكن يعمل لي لوسز ايه للفلو اللي داخل البامب. فالريتيرن لاين ده ايه يعتبر افضل انواع الايه الفلتر. تمام ريتيرن لاين فلتر يدخل البامب ايه يدخل البامب ايه اللي يخش البامب لو في مش قبل البامب بس مش موجود لو قبل البامب يكون احسن مش لو قبل البامب احسن. ليه مميزات وليه عيوب. لو التانك نفسه عندك ليه في كونتامينيشن يبقى الفلو هيخش على البامب وحش هتلاقي في بارتيكلز او في حاجه. لكن لو الدايره اللي عندك دي كلوز لوب مقفوله والتانك ده مقفول كويس والدنيا ايه زي الفل او التانك مقفول وفنتد برده عشان ايه الفلو هيبدا يمشي ويخش في الايه في الفلتر ويطلع الدايره على طول. هل هيفرق مكان الفلتر في الدايره؟ لان الفلو كده كده هينقف حته معينه وبعدها ايه هنا لو نقف دخلت التانك ما هو اللي جوه التانك ايه نضيف فالبامب هتسحب ايه نضيف صح ولا غلط. طب اللي موجود اللي هيبقى متركب قبل البامب ده برده ما هو نفس الكلام بس ممكن يعلي لوسز في الخط ده. ممكن يعلي عندك اللوس هنا يبقى هو لو ابتدى يتسد مثلا كل ما يبتدي يتسد اللوسز فيه بايه بتعلى ممكن بعدها يدخل على البامب ايه فلو لو بريشر ممكن يقل عن الفيبر بريشر ما تعرفش. تمام نبدا نشغل الدايره. وفي كومبوننت في كومبوننت احنا لسه ما قلناش ايه فايدتها. نبدا عندنا ايه عندنا نوعين. لو انا عملت كده حد خد باله ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما بعمل كده؟ بترجع لمكانها. لما بعمل كده بترجع لمكانها معناها ان دي سبرينج سنتر معناها ان مفيش ايه؟ مفيش ديتنت. معناها ان لو انت عايز تشغل الليفت ده محتاج تبقى ايه؟ دايما العامل عامل كده اهو. ماشي يعني ده فول مانيوال ده الجهاز ده مانيوال على الاخر. فاهمني لازم افضل ماسك كده او افضل ماسك كده على اساس يحصل ايه اكستنشن او ايه او ريتراكشن. الفلو داخل من البامب هدايركت دلوقتي بالايه باول ايه باول دايركشن كنترول واشوف ايه اتجاه الايه السلندر. المفروض ده هيحرك لي ايه هيحرك لي الفلو. لو انا عملت كده هيدخل لي الفلو من هنا هيخش على فوق. لو انا حركته كده لو حركته العكس فالفلو المفروض يمشي من هنا ويخش من هنا تحت. لما الفلو يجي لما انا احركه للبوزيشن ده
لو انا جبته كده هيبدا يخش الفلو من هنا، هل ده هيتحكم في اي حاجه؟ هاي باي باس اللي ايه ده من الايه من ال من الشيك فالف، هيخش الفلو من هنا هيعدي من هنا وهتبدا السلندر بتاعتي ايه تطلع. تمام، لسه ما قلناش وظيفه ده، انا قلت لك هاي باي باس ده وهيعدي ده والسلندر هتبدا ايه تطلع، صح ولا غلط؟ في حاله ايه ان انا شغلته كده، نبدا نشوف الحركه دي. دي اول حركه عندنا، جبت ده كده الفلو دخل من هنا دخل جوه هنا مشى السلندر دي باي باس للبايلوت وباي باس للايه للايه فلو كنترول ايه فالف اللي هو ايه ميتر اوت. واصله؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب لو حضرتك جيت قعدت على الونش ده، قعدت على الونش ده تمام، هل هينزل ليه ايه كلوز سنتر؟ حتى لو كلوز سنتر ممكن ينزل، ممكن ينزل بس شكرا شكرا مش هينزل بسبب ده. لو حضرتك قعدت على الونش ده، او خلينا بقى نتكلم بصراحه، الونش ده بيشيل ايه؟ بيشيل بضاعه. لو في بضاعه محطوطه عليه وانا بدات ارفعها، هل البضاعه هتنزل؟ مش هتنزل، مش هتنزل البضاعه بسبب ايه؟ البضاعه مش هتنزل بسبب ايه؟ بسبب الشيك فالف ده. الشيك فالف ده عباره عن ايه؟ عباره عن كون كده بيمنع الزيت اللي هنا انه يرجع تاني للايه للدايركشن كنترول فالف. لو رجع هيروح فين؟ هيروح للتانك. حتى لو كلوز، فهمك لشكل الدايركشن كنترول فالف ده يفهمك ليه ان بعد شويه اللود ده هينزل. الدايركشن كنترول فالف ده من جوه عباره عن ايه؟ عباره عن سبول. سبول بتتحرك في ايه؟ في مجرى. السبول دي عشان تتحرك معناها ان في ايه؟ في كليرانس. انت عندك حاجه بتتحرك جوه حاجه، معنى ان هي بتتحرك ان في كليرانس. طب انا عندي من الـ من الـ من من حته من السلندر ضغط عالي، من الحته الثانيه ضغط واطي، لو انا سايبه وفي لود، بعد فتره ما مش ممكن الفلو يبدا يمشي من الهاي بريشر لللو بريشر جوه السبول ويتسرب بمقدار بسيط جدا؟ انت لو قعدت عليها دي مش هتنزل في ثانيتها، هتقعد لها ساعه بس هتلاقيها ايه بعد ربع ساعه بعد نص ساعه بس على ربع هتلاقيها ايه، لان الليكج قليل. ودي فايده الفالف ده، يمنع الفلو اللي تحت هنا في السلندر انه يرجع ايه يرجع للدايركشن كنترول فالف فيسبب لك الليك ده. لو انا الفلو اللي عندي هنا محبوس مهما انت زقيت دي زي الكومبريسبل فلو هيفضل محبوس، صح ولا غلط؟ طيب لو ركبت الفالف ده من غير الوصله دي يبقى انا عامل ايه؟ لا لا انت قلت حاجه غلط، السلندر هتطلع، السلندر هتطلع، السلندر هتطلع بس عمرها ما هتنزل مهما انت دخلت ضغط للبمب، دخلت ضغط للبمب وهنا عايز تزوق السلندر دي ان هي تنزل. انا حاقن ضغط هنا عشان تنزل السلندر، صح ولا غلط؟ هتيجي هتلاقي هنا ايه مقفول، الزيت ده عشان يخش لازم زيت اخر يطلع من تحت، صح ولا غلط؟ الزيت اللي من تحت مش هيطلع ابدا لو انا مش مركب له ايه بايلوت، فيفضل الزيت دايما محبوس هنا، فتبقى انت مهما قعدت تحقن زيت جوه هنا مش هيقدر ينزل ده. وهيبقى مصير الزيت ده فين؟ لا هيبقى مصيره يفتح البريشر ريليف ويرجع التانك. لو مفيش ريليف الخط يضرب، لكن انا عندي ريليف فالفلو من كتر ما انت عمال تزق من البامب هيفتح الريليف ويرجع التانك. اتفضل سؤالك. انا قصدي لو كان اللود هنا زاد جامد قوي يعني مثلا البايلوت ده هو اللي هيفتح وهي عشان يحمي، مستحيل يفتح، ده كون في كوره. كل ما الوزن بيزيد مثلا زاد اوفر لود مثلا مش هنا الضغط هيزيد؟ هيزيد، ايه المشكله؟ يزيد مهما زاد مهما كانت قيمته. ده شايف قدامه ايه؟ شايف قدامه سكه مقفوله. ما دي هتزود الضغط تزيد يعني ما بياخدش سيجنال من الضغط. ده يفتح سيجنال عشان يحمي الحاجات دي. ده بيفتح عند ما انت خد بالك المتحكم في الضغط ده كله في الاخر زياده الضغط اللي انت بتتكلم عليها، مش الضغط ده كله بيتولد من البامب، صح ولا غلط؟
البامب بتطلع يقصد الضغط اللي هيجي من اللود مش هيجي من البامب. مهما جاء الضغط من اللود عمر ما هيخلي الكومبريسبل فلويد ده يفتح، عمره ما هيخلي الكومبريسبل فلويد ده يفتح الفالف ده، لان في الاخر الدرجه اللي خلاص هو الماكسيمم بتاعه فيه وصل لدرجه ممكن ياخد سيجنال. يعني انت حاطط هنا لود هيكسر هيكسر يعني انت لو بتتكلم بقى حاجه خرافيه، بس هي لو حاجه خرافيه ما كانش رفعها اصلا، ما كانش قادر يرفعها، بس هنفترض انت كنت رافعه وملود عليه زياده، لو اقصى حاجه حصلت ان ده ايه ده هيكسر او خط او خط ده هيضرب. بس دي دي كده ممكن يخلي بقى سيجنال يجيله سيجنال مثلا ان هو لما الضغط يزيد يوم جاي مثلا مش ممكن يكون ممكن يحصل له كده. هو بياخد سيجنال بيفتح بضغط البامب اللي هو من خط البايلوت، خط البايلوت ده بيوصل لك فايده. خط البايلوت ده بيقول لك ايه، ولما تشوفوا فيديو الترينر هتفهموها، بيقول لك ان اللود ده مستحيل ينزل تحت تاثير وزنه، مستحيل ينزل تحت تاثير وزنه لان السكه مقفوله، لكن ممكن ينزل تحت ينزل بفعل البامب. ازاي بقى؟ ان انا هدخل سيجنال لليه لده يفتح السكه، الكره الكره اللي مزنوقه دي هو هيزقها اتجاه عكسي، السكه فتحت يبدا الزيت يرجع لليه للتانك، يبدا الزيت يخش من فوق يبدا ده ينزل. وصلت؟ وده حمايه، لان انت لو انت لو انا حاطط هنا وزن مهما كان تقله وحضرتك واقف تحته، انت ده مش بقى مش هيرفع 20 سنتي ولا 30 سنتي، هيرفع بال 5 6 متر، هيرفع يحط المعده دي فوق في ايه في كارفور مثلا، يطلع بيشيل حاجات ويدخلها فوق. فده لو حضرتك طلع وانت ملوده زياده ووقفت تحته هينزل على دماغك لو انا مش مركب ده، صح ولا غلط؟ وصلت اهميه البايلوت تشيك فالف؟ عايز انزل اللود، هبدا ايه اشغل البامب بتاعتي امشي الدايركشن على العكس، هيبدا ده ايه ينزل. بقى ده بيطلع وينزل، ينزل تحت تاثير ايه، تحت تاثير البامب بس، ايا كان اللود هو مش متاثر. تمام، نفس الكلام هنقوله على ليه على السلندر التاني. السلندر التانية دي بيحصل لها extension وبيحصل لها ايه retraction، وراكب عليها نفس الايه نفس الشيك فالف ده. لو جينا نشغلها بيحصل لها extension، بيحصل لها ايه retraction. في مشكلة؟ اللي قلناه على السلندر اللي تحت هو هو اللي يتقال على السلندر الايه الاوريزنتال هنا. الدنيا مفهومه؟ فاضل ايه نشرحه؟ فاضل الميتر اوت. الميتر اوت ده المفروض يتحكم في الاتجاه ايه، في اتجاه الفلو الراجع، اتجاه الفلو يعني اتجاه الفلو اللي راجع من هنا هقدر اتحكم ايه فيه. نشوف كده، نبدا نشغله ونشوف. ده هيتحكم في اتجاه الفلو ليه الراجع. طب انا كده كميه الفلو اللي راجع في السرعه هيتحكم في سرعه السلندر، انا قصدي هيتحكم في الفلو في اتجاهه وهو راجع مش في اتجاهه وهو طالع. يعني انا فاتحه دلوقتي على ايه، تمام، هبدا دلوقتي ايه طالع، عمره ما هيتحكم في سرعته وهي طالعه، لان وهي طالعه من باي باس بتخش على ايه حسنات، فكده عمره ما بيتحرك بسرعه، مش هقدر اكنترول السرعه دي، اقدر اكنترول اي سرعه الراجع. بص دي اللي انا بكنترولها، هوريك اكنترولها ازاي دلوقتي. بص سرعته هو نازل، شايف؟ طيب هفتح فين السرعه
يبقى ده بيتحكم في سرعه الفلو وهو نازل. الفلو بيخش من هنا كده يخش من فوق مفيش اي حاجه، ولكن وهو راجع تلاقي قدامه ليه الكون المقفول مش هيعدي فيه، هيعدي في الايه؟ في الريستريكشن. اجي لسؤال مهم جدا، والسؤال ده انا شرحته على الترينر بس انا عايز اعيده هنا لانكم مش شفتوش الترينر، فايه عايز اذكره. البامب اللي عندي دي نوعها ايه؟ بوزيتيف ديسبيسمنت بامب. بوزيتيف ديسبيسمنت بامب بتشتغل ازاي؟ بتشتغل انها بتزق الفلو، بتزق كميه فلو معينه ثابته، ما دام سرعه الموتور ثابته، فالمفروض كميه الفلو اللي داخله السيركت ثابته. لو فاكرين خط البوزيتيف ديسبيسمنت بامب الاتش كيو كيرف بتاعه هتلاقي خط راسي، هتلاقي خط ايه راسي بتاثرش بالضغط، معناها ان عند اي ضغط هيطلع نفس كميه الفلو. طب انا لو بطلع نفس كميه الفلو يعني ثيوريتيكال، انا بتكلم ثيوريتيكال، المفروض نفس كميه الفلو داخله ايه السلندر، يبقى ازاي انا بتحكم في السرعه؟ ازاي انا بخنق الفلو فاقلل كميته فتحكم في السرعه رغم ان الكميه طالعه من البامب ثابته؟ بزود ضغط الدخول. البريشر بيحصل بزود ضغط الدخول. لما ازود ضغط الدخول اللي يحصل ضغط الدخول مش انا اللي بزوده، انا بدخل كميه فلو تخش، فبالتالي خلاص السكه مقفول لان اللي طالع الكميه ولا ايه، فالضغط هيزيد. ما يزيد ايه المشكله؟ الباور بدات تحور ماشي. لا انت كنت ماشي في سكه صح، كمل. الضغط دلوقتي زاد في الانلت، يعمل لك ايه لما الضغط يزيد في الانلت؟ يعمل ايه؟ انا بقول لك البامب بتطلع فلو ثابت، يعني كده كده الفلو المفروض يخش في السلندر. انا لو بتكلم كلامي غلط، بس انا بقول لك المفروض كله يخش في السلندر. لا مش بريشر زاد. ايه اللي يحصل لما بريشر يزيد؟ الريليف يفتح، الريليف يفتح على البيك راكن. ومن هنا نشرح حاجه مهمه جدا، ان البامب بتاعتك دي هتطلع لك كميه فلو ثابته ما بتتغيرش، هتطلع لك صحيح ممكن تتغير بالليكج اللي هيحصل جواها. احنا عارفين الكيرف المفروض يطلع راسي، ولكن هو بيعود سنه كده بالايه بالايتا بوليمتر، ولكن انا اعتبر ان هو طالع ايه راس، يعني المفروض كميه الفلو ثابته. ولكن انا لما زودت الضغط عند الباك فزاد الضغط عند الانلت، لما الضغط زاد عند الانلت اللي حصل ممكن يكون قرب من الايه البيك راكن، بقى في كميه فلو طالعه من البامب تعدي على البيك راكن، تعدي على التانك، وكميه الفلو الثانيه تخش لك على ايه على السلندر. وكل ما اقفل تبدا كميه الفلو اللي بتخش على التانك تزيد، وكميه الفلو اللي تخش على السلندر تاني. وبكده انا بتحكم بالسرعه، بس بتحكم بالسرعه عن طريق ايه؟ عن طريق الايه دايركشن كنترول فالف، لان البامب بتطلع عن طريق البريشر ريليف فالف، لان البامب بتطلع ايه فلو ثابت. وصلت حته مهمه جدا. وانت لو عامل ديزاين غلط للفالف ده، يعني مهما قفلته ما بيأثرش على ضغط الدايره، مهما انت قعدت تقفل هنا هتلاقي السرعه دي ثابته، لان هيبقى سكه الفلو افضل لها ان هي تعدي من الايه من ده، من ان هي تكسر الريليف وترجع للتانك. وصلت؟ فديزاين الفلو كنترول فالف لازم يبقى ان باراليل مع ايه، مع ضغط فتح الايه البريشر ريليف مع اللود اللي هتشيله. تمام؟ زميلكم قاعد بقاله كتير على الونش والونش ما نزلش، قاعد بقاله فتره. تمام؟ هو رجله وجعاه، بس انا قلت استغله ان انا ايه اشرح النقطه في الاخر. قاعد اهو وزن بسم الله ما شاء الله، والبضاعه ما نزلتش صح ولا غلط؟ في نمله تحت مش هيحصل لها حاجه. تمام؟ ليه زميلنا ما وقعش اللود؟ بسبب الايه؟ البايلوت اوبريتد ايه؟ شيك فالف. تمام؟ حد مش فاهم اي حاجه في الدايره؟ الدايره يعني اعتقد فيها كل الكومبوننت، فيها كل حاجه. لما تشوفوا الفيديو بتاع الترينر ان شاء الله او تحضروا السكشن، في دايره الفيرتيكال لود هنتكلم على الايه البايلوت اوبريتد شيك فالف يعني. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي حاجه؟
حد عنده اي امنيه نفسه اقدر احققها له اي حاجه تمام تمروني يا باشمهندسين اي حاجه انتوا عايزينها انا ايه انا تحت خدمتكم.